مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الإمارات دبي الوطني يظهر تباطؤ النمو في القطاع الصناعي غير النفطي السعودي إلى أدنى مستوياته في 6 سنوات، والإماراتي إلى أدنى مستوياته منذ أبريل 2013. المملكة القابضة تقول إنها جنبت مخصصات مالية تغطي الفرق بين تكلفة شراء أسهم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق وعائدات بيعها، ولا أثر مالي لهذه الصفقة. مجلس الوزراء المصري يستعرض مجموعة من الإجراءات تهدف إلى الحد من الواردات وحماية الصناعة المحلية، ويضع أسعارا استرشادية لأكثر من 300 سلعة مستوردة.